احنا ملي كنرجعوا لاول المؤلفات الادبيه وما يطلق عليه بالكتابه غادي نلقاو بان فيها هذا التداخل كامل. وملي كنجيو للقرن العشرين وكنشوفوا كبار المؤلفين العالميين كنلقاو في جميع هذه الكتب، جميع هذه الروايات هناك شعر، هناك قصه قصيره، هناك شذرات، هناك مسرح، لان في الحوار كتكون مقاطع مسرحيه. يعني هذا التداخل هو مهم ليعطينا ابداع داخل بالطبع يعني جميع الاجناس الممكنه، المقاله الصحفيه، السيره. وانت كتشتغل على هذه المساله لانك بلوغر وكتشتغل في الانترنت، وهذا هذا الشيء حاضر عندك حتى التاريخ. نعم. كيكون الكاتب ربما يصبح مؤرخا لانه كيطرق الروايه الجديده، لان الروايه الجديده معروفه على انها هي كتابه عبر نوعيه بطبيعه الحال، يعني ثم على مستوى اللغه ايضا، لانه لا يمكن ان تكتب روايه جديده او حساسيه. طبيعي جدا انك عندما ستوظف المقاله الصحفيه ستكتبها بلغة المقالة الصحفية، هذا يعني أمر طبيعي. هناك أيضا وظفت الشعر، ولكن الشعر ليس شعر من نظمي، بل وظفت الشعر الحساني، وظفت الشعر للمتنبي، وظفت شعر لشارل بودلير، وفي نهاية الرواية وظفت قصيدة يعني تعجبني كثيرا، وهي أنا من هناك لمحمود درويش في إطار حواره مع إدوارد سعيد. أنا من هناك ولست هناك إلى آخره. متعة يعني أيضا حتى في القراءة، لأن القارئ يعني ما كيكونش واحد الملل، بطبيعة الحال كل مرة كيعيش واحد لحظات فنية وإبداعية جديدة.